السلام عليكم متابعين قناة نادي الاتحاد. انتخابات اتحاد كرة القدم وأبرز المرشحين عبد القادر كرداغلي، ماهر السيد، وفاروق سرية. بداية فضلا وليس أمرا حطونا لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. انتخابات اتحاد كرة القدم راح نشوف أبرز أربع أسماء رشحوا حالهم لانتخابات اتحاد كرة القدم اللي راح تقام إن شاء الله وتعالى بتاريخ 28/12/2019. هذا الموضوع شغل شارع الرياض السوري، انتخابات اتحاد كرة القدم ومين راح يفرز هالانتخابات. كل الناس عم تسأل عن انتخابات اتحاد كرة القدم، يا هل ترى راح نشوف وجه جديد باتحاد كرة القدم ولا اشخاص نفسهم اول رشحوا حالهم وحاليا رجعوا يرشحوا انفسهم؟ يا هل ترى راح يتغير واقع الكرة السورية خلال الخمس سنوات القادمة؟ أم خمس سنوات القادمة سواد على الكرة السورية مثل السنين الخمسين سنة اللي عدت على الكرة السورية هي نفسها؟ يا هل ترى راح نشوف ثورة حقيقية للملاعب السورية؟ يا هل ترى راح نشوف اهتمام بالفئات العمرية؟ طبعا كل هالأسئلة عم بخطر ببالي وبالي كثيرين ناس. ومثل ما حكينا بأول فيديو راح نشوف أبرز أربع أسماء اللي رشحوا حالهم لانتخابات اتحاد كرة القدم. أول مرشحين نجم الكرة السورية عبد القادر الكرداغلي رشح حاله لرئاسة اتحاد كرة القدم. يا هل ترى الكابتن عبد القادر كرداغلي عنده برنامج انتخابي ولا بس انه الناس طلبوه يكون رئيس اتحاد كرة القدم ترشح نفسه؟ يا هل ترى في معه ناس يساعدوه تيكونوا بقائمته؟ يا هل ترى كمان نسأل والشارع السوري كمان بيسأل الكابتن عبد القادر كرداغلي باسمه الكبير راح يلبي طموح الشارع الرياضي السوري ولا مثله مثل فريد دباس ولا احمد جبان ولا فاروق سريه ولا غيره وغيراته؟ عبد القادر كرداغلي اسم معروف وغني عن التعريف، ومن ابرز الاسماء اللي رشحوا حالهم لانتخابات اتحاد كرة القدم الكابتن ماهر السيد. طبعا كمان الكابتن ماهر السيد غني عن التعريف واسم كبير. كابتن ماهر السيد عنده فكر كروي وان شاء الله تعالى راح يكون عنده قائمة حلوة تخدم الكرة السورية بالخمس سنوات القادمة في حال نجح ليكون رئيس اتحاد كرة القدم. ومن ابرز اسماء المرشحة لانتخابات اتحاد كرة القدم القادمة حاتم الغايب رئيس نادي الشرطة الحالي، وهذا الرجل حاليا مستلم رئاسة نادي الشرطة. ومثل ما بتعرفوا نادي الشرطة وضعه مستقر في الدوري، عم يقدم شيء حلو، ما عندهم تخبطات إدارية، وأيضا مثل ما حكينا كان عندهم الاستقرار الكامل في إدارة نادي الشرطة. وإن شاء الله إذا نجح برئاسة اتحاد كرة القدم بتمنى يشتغل على التطوير الكرة السورية ورفع الحظر عن الملاعب السورية، وأيضا مثل ما حكينا ثورة حقيقية بإنشاء الملاعب أو صيانة الملاعب أو حتى اهتمام بالفئات العمرية. ومن أبرز الأسماء المرشحة كمان الكابتن كيفورك مارديكيان، وأيضا اسم غني عن التعريف واسم كبير في عالم كرة القدم السورية، وإن شاء الله يكون عنده برنامج انتخابي يلبي شارع السوري. واخر اسم معنا بهذا الفيديو اسم معروف واسم السوريين كلها بيعرفوه، اكثر من مره استلم رئاسه اتحاد كره القدم الاستاذ فاروق سريه. الاستاذ فاروق السريه استلم عده مرات رئاسه اتحاد كرة القدم ولكن ما حقق أي إنجاز على صعيد المنتخبات العمرية. قبل سنوات الحرب وقت كان مستلم الأستاذ فاروق سرية رئاسة اتحاد كرة القدم، للأمانة كان وضع الدوري السوري كان كتير ممتاز، يعني على صعيد الملاعب وعلى صعيد الترويج للدوري السوري، ولكن ما حقق أي إنجاز للكرة السورية على صعيد المنتخبات. يا هل ترى هالسنة فاروق سرية شو عنده؟ ترشح حاله رئاسة اتحاد كرة القدم؟ رح نشوف عنده فكر جديد؟ يا هل ترى تعلم من أخطائه السابقة؟ يا هل ترى رح يعمل شيء للملاعب؟ يا هل ترى رح يعمل شيء لرفع الحظر عن الملاعب السورية؟ يا هل ترى رح يعمل ثورة حقيقية بالكرة السورية ورح يرفع اسم الكرة السورية عاليا؟ طبعا هدول أبرز أسماء المرشحة، إن شاء الله بالتوفيق. مين ما ينجح خلي ينجح، ولكن خلي يحط مخافة الله قدام عينه، يشتغل بضمير لهالرياضة السورية. وهذا اللي حبيت أخبركم بالنهاية، وألف خير وصحة وسلامة. السلام عليكم متابعين قناة نادي الاتحاد.